مساء الخير خياتي خواتاتي. اليوم راح نوري لكم معقوده ساهله ماهله وتجي هايله وخفيفه. من هذيك تاع البطاطا ثقيله او كامل نبدلو فيها قرعه هكا مرابيه وحبه بصل، فيها شويه كركم او في فايده وشويه راس الحانوت وملح. انا درنا وزوج حبات بيض هكذا ونخلط. تجي هايله. اليوم درتها لبنتي راهي صايمه، ما درتها لها تفطر بيها تحبها. تقولي ماما ديري لي غير هذيك، انا نحبش هذيك تاع البطاطا الثقيله والاخرى غير غير البيض وحدها. هذه تجي ساهله ماهله، سيوها ورجعوا لي الخبر. شوفوا ونزيدوا لها الفرينه هكذا. راكي عارف راكم عارفين كل مره نسيح حاجه يا بناتي، نسيي هكا نخلط هكا امورات حتى يجوني هايلين. والله غير من راسي لا تامنوني، حتى من بعد نصيبهم هذو الوصفات في اليوتيوب وفي الواسمو. قلت هيا نجرب انا زهري ونشوف، وعلى لالا ويجربوا ماكلتي ويشوفوها كيف دايره. ما تكثريش الفرينه جهد برك ما تحكم هذيك القاعده. نكونوا محميين الزيت هكا سخونه وناخذو هكا. شوف المغير هكا نعمر المغيفة على بركة الله في وسط الزيتة اللي محرقلكمش هكا. شوفوا خياتي ها ميم با 10 دقائق طابت لنا. شوفوا شوفوا كيف تجي، تجي خفيفه ها. هاي نقسم لكم واحده وتشوفوا شوف تجي هشيشه وخفيفه خير من تاع البطاطا وتاع الواسمو. تاع القرعه هذه تجي خفيفه سهله مهله. سيوها وجربوها واشتركوا في قناتي ودعموني. صح بنياتي صح خواتاتي وصح شاتكم.